الحقيقة عندها طعم وتأثير خاص على الجمهور والفنان نفسه. هذا علاش خديناها أساس حواراتنا لتقديم صورة أوضح وأكثر توازن على نجومنا، نجوم اللي كنحاولوا ما أمكن ندفعوهم الحديث بكل صراحة بخصوص حياتهم الفنية والشخصية، متسلحين دائما بالقولة الشهيرة: هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفاسافاس. هو كوميدي من مدينة زاكورة، محمد باسوم، الفناني اللي بداوا مسارهم من الصفر بحيث كان في البداية كصانع للفخر. محمد باسو تعرف عليها الجمهور من خلال برنامج كوميديا لفاستيه باللقب، ومن هنا بدأ في رسم مساره نحو النجومية اللي فتحت لي أبوابها على مصراعيها. أسامة، نبغيك عشية تكون هنا، راه عندنا حفلة. جيتي من الصباح بشحال؟ جيتو 7؟ الله يخلاص. لا، محمد باسو مثال للفنان المتكامل والمثقف لما منعتوش انشغالاته الكوميدية من متابعة دراسته العليا والحصول على شهادة الماستر في الدراسات الإنجليزية، إلى جانب مشاركته المستمرة في تقديم فقرات فكاهية من خلال برامج فنية وسهرات تلفزيونية. أنا كيعجبوني المغاربة. علاش؟ كنا أطباء، دابا كيمرض ليك الدري الصغير كتقول ليك أمك راه فيه الشم، ديه لخالك يبخو عليه شوية ديال الكيف. كيفاش بغيتي هذا ما يضوب ثلاثه المرات في الباك وهو ضرب الشقوفه ملي كانت عنده 6 شهور؟ وشن ولاد علي هما اول عمل تلفزي في مساره الفني، باسو اللي ادى ادواره وللقات استحسان الجمهور المغربي اللي بدع فيهم، واخرها هو سلسله نهارك مبروك اللي تعرضت في شهر رمضان. الحجه؟ لا مشيت للسوق الحجه، انا في السوق دابا. واش من الناس الله يجيك الحجه خش بكري مع شي 7 صوبت البيكره معك كانت مشفشه. وهذا بلا ما نساو المشاركة ديالو في مهرجانة الضحك اللي كان لقاء مباشر مع الجمهور ديالو، واللي من بينها الومن شو بعنوان بوركينا باسو اللي حاول من خلاله تقديم كيفية نشأة هذا الفنان الكوميدي، وكذلك مهرجان مراكش للضحك. الحب ماشي غير كلمة كتقال بالفم، دابا كتجلس في الانترنت كيطلع شي واحد في الفيس مع 11 كيدير سيليباتير، مع 2 كيدير اون كوبل، بالليل كيدير لك غولاسيون كومبليكي، مع 5 ديال الصباح كيقول لك جوج فيك. مرحبا بك باسو، ماني كتقيت لاباس دارك؟ الحمد لله ما كمينا وش ما لاباس دارم تاني لوكس. اكيد صرف حبي، نتمنى نزري ساستعتاد اكل لوت فول كيميد الناس نعجب الحال ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك في حلقه جديده من فاسافاس، غنتعرفوا من خلالها على الشخصيه اللي ما تعرفوش الناس باسو. ان شاء الله يا ربي. ياك مرحبا. باسو بحال ضيوفي كاملين، كتبغي نقولوا لك محمد ولا باسو؟ محمد. محمد. محمد بحال ضيوفي كاملين. كاينة الشخصية الكرتونية اللي كتبان لنا كتشبه ضيفنا، الشخصية الكرتونية اللي بانت لنا كتشبه لك هي المحقق كونان. كيشبه لك في الذكاء ديالو؟ لا، في الذكاء ديالو زعما لهاد الدرجة. كتبان لنا انت ذكي في المسار ديالك الفني، دائما تنهضروا على المسار الفني. كيشبه لك كونان؟ حنا ما كنعرفوش في شي حاجة أخرى. انت نسولك زعما ما عرفتش. أنا كونان كان عزيز عليا، كنت كنتفرج فيه. بوتيتر أنه هادي، ما عندوش ديك الاستباقيه، ما كيحكمش، ما عندوش حكم داك الاحكام الجوزفيه والمسبقه اللي غير هكا كتعطى. ما كنتفادى دوك لي بريجيجمون، كنبغي نطرزن مزيان عاد نحكم على الشخص اللي معايا، على الانسان، على اي واحد كيما بغى يكون. ما كنديش على هضره الناس، يقدر شي واحد يجي يعاود لي على شهرزاد يبقى يقولوا داك الشيء، ولكن ما الحكم ديالي حتى نتلاقاك ونجلس معاك. كتحكم على الناس من خلال لي رابور ديالك معاهم. فوالا كونتاكت، وهذه هي احسن حاجه. خص ديما الحكم ديالك على الناس يبقى دائما علاقتك معاهم. راه كاينه فهمتيني ولا مشيني؟ الانسان ما يستبقش، وان جاءكم فازق بنبإ فتبينوا. دونك بوتيتر نقدر نكون كنشبه عليه في هذه الحاجات. ما كتقولش بينك وبين راسك غير كنا انت عندك وليدات وتيلعبوا قدامك وتتفرجوا في ديساني ما قدامك، ما كتقولش كون هيك كنا عايشين في ذاك العالم ديالهم ماشي في العالم ديالنا الحقيقي. صحيح العالم ديال الأص... ديال 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 الدراري الصغار في ديك البراءه، فيهم انهم كيتعاملوا بال... ب... ب... بالحس ديالهم بالانسانيه. دونك كل ما كيكبر كل ما الانسان كيتجرد من ديك الانسانيه، كيوليو فيه تحرميات عندك ورد البال. وهذا شوف غير الامثله المغربيه كل شيء فيها تحذير،
يعني ما كايناش ديك الثقه عندك الا سبقاك هذا اللي حفر شي حفره هذا ما كاينش ما كاينش ما كاينش شي مثل مغربي محفز اللي كيقول لك زعما انك باش تكون فيك لينيرجي ولا ديما كيقول لك رد البال ديما الاخر راه دائما كما كيقولوا بوتنشال انمي يعني عدو محتمل العكس خصنا ناخذ الامور بكل هذا وتكون عندنا ثقه في ناس وتكون عندنا دونك خص ولكن تيخذلوا لنا الثقه وما عندك ما دير انسان اجتماعي في الطبع ديالو خصك انت داخل داك المجتمع خصك تعرف كيفاش تتعامل معاه خصك تعرف كيفاش ملي قلت لك زعما الثقه في الناس ماشي بديك هذا انك تكون غير هكاك غير غادي كونديد وغادي وفي اللي ولكن خص دائما تكون انت واجد تهضر معايا بلا زواق لا لا ما كاينش بلا زواق ما كاين لا زواق لا والو لا لغه خشب ما كاين حتى حاجه ماشي سياسي ما عندي ما نبيع ما عنديش شي مشروع سياسي غنبيعو للجمهور اللي كيتصنت لينا بل احسن نكونوا كما كيقولوا اجو ليس اول فهمتيني خلي القلب صافي بلا زواق وضيفنا هو محمد باسو محمد باسو قلتي لي بأني كان بغي لي يقول لي محمد ماشي باسو ولكن انت معروف عند الناس باسو علاش محمد كنسمعها بزاف من عند الوالده من عند المدام دونك الناس اللي قرب ليا بزاف كان كيقولوا لي محمد دونك ملي كنسمع ديك محمد كنحس بالراحه كنحس بلي انني وسط واحد لونتوراج اللي مزيان دونك كتحسني محمد كتحسني اكثر بالراحه وباسو ما كتحسكش بالراحه لا باسو الخدمه باسو الناس باسو دونك فيها ديما لوطراك باسو ديما واش خصو يطلع يدير سكتش دونك كيخلعك هادشي كتحسني بلوطراك فاش كتبغي محمد انا نقول لك محمد اليوم محمد كنحس بالراحه صافي غير ارتاح معايا فوالا باش انا نعاود لك كل شيء يلاه ارتاح معايا باش تعاود لي كل شيء محمد فاش كتبغي تدق باب من بيبان الدنيا كتدق بالزز ولا بالخاطر كتبغي تحل باب بيبان الدنيا كتحلها بالزز ولا بالخاطر لا بالخاطر بالخاطر كاين شي حاجه بالزز غير بالخاطر وصافي كنعرف ان الله ضامن الرزق لكل واحد دونك خص داك الباب يتحل بالخاطر الا حليتيه بالزز غير غات اللي تياخذ الدنيا بالزز يتخاف عليه ولا يتخاف منه بجوج تخاف عليه وتخاف منه لانه بغاها بزز يقدر يدير اي حاجه باش ياخذها يقدر يغش يقدر يحتال يقدر يكذب باش انه ياخذها دونك تخاف منه وتخاف عليه ان الله وصى قلتيني ابن ادم لا تركضن في الدنيا ركض الوحوش في البريه ان الله دام لك كاينه قوه الاراده ايضا معلوم كاينه قوه الاراده كاين فاش نبغيو شي حاجه تنوصلوا لها نيتشي هضر على قوه الاراده في بزاف ديال الكتوبه ديالو كاينه قوه الاراده فاش كنبغيو شي حاجه كنوصلوا لها لا ولكن قوه الاراده بيتي تخليتوا عليها نيتش سي كو الانسان يتحلى بالعزيمه الكسل ما خدامش الانسان ما خصوش يكون كسول وتبقى في الدار وتبقى تسب فهمتي دير وتعاير في الزمان وفي الوقت وهذا وانت جالس لا الانسان يخرج فهمتي يعقلها وتوكل على الله الانسان يخرج يخدم يدير لو ماكسيموم في جهده وديك الساعات يتسنى لي ريزولطا وسيغ سيغتان غادي يكونوا لي ريزولطا زوينين غير كل واحد كاين اللي مجلاليه وكاين اللي معجلاليه دونك مي الريزولطا شتي ملي كدير المجهود النتيجه الزوينه غتجي غتجي غير واش غتجيك في الاول ولا في الاخر ديك الساعات فوقاش جاتك انت انا الحمد لله ما نكذبش عليك يعني شاركت في كوميديا تيلي رياليتي في ظرف شهرين ثلاث شهور يعني تحل الباب ديال الشهره ما كنتش كنتسناه ما كنتش معول عليه ولكن ملي كنت مشارك وشفت شفت راسي وصلت لي كونديدا وست هذا حسيت باللي باسو راه عنده واحد القبول اللغه ديالو محبوبه عنده واحد ستيل معين فكنت كان واحد شويه ديال التوقع انني غنوصل مي باش غيكون ذاك النجاح ديال ديبي من 2009 فما كانش غير متوقع الحمد لله محمد باسو فاش كنشوفوك اللي كيعرفك كيبان لي فيك الذكاء انت انسان ذكي ذكي شو هذا عجبو راسو ذكي تتبان لنا بزاف الامور فما مشيتيش غير في الفن كملتي قرايتك لا كارير ديالك كما واخدها هذا الذكاء مكتسب ولا فطري كاينين شي حوايج اللي كتزاد معك كانسان بوتيت خورتيها من والديك وهذا وكاين امور اللي كتعلم انا تعلمت بزاف ديال الحوايج في الحياه لانني خرجت من الدار شويه باقي صغير باش نكمل الدراسه ديالي سواء في زاكورا سواء في اكادير سواء في الدار البيضاء
فهذيك التجربه ديال الخروج كتلاقى ناس، كتعلم مع ناس، خدمت مع ناس في البني سكيفي، راه ماشي خدمتي بالناي. خدمت بالناي، مي ديك الحكمه راه كتعلمها حتى من الناس عاديين، راه ماشي بالضروره الانسان خصو يكون قاري وعنده دكتوراه باش انه يفهم في الحياه. راه كاينين ناس خرجوا من الباك ولا التسعه ولكن اعطاهم الله واحد الجانب من الحكمه، بوتيتغ تعلموها من الوسط فين تعايشوا وهذا. دونك ديك الرفقه الزوينه كتعلم من عند ناس. خدمت مع الخال ديالي في ضرب السلطان، كان كيدير كان عنده محل ديال اتاي وكيوزع اتاي على قصريه الحفاري ومونستير، فكنت كنجي للكاسه صغير وكنت كنسر به اتاي على الناس وداك الشيء، وتعلمت هذا كيدور معاك، هذا كدوز واحد 3 شهور، هذا كتجمع باش تشري كتب باش تقرا باش تعاون والديك. فداك الخروج من الدار خلاك تعلم تكون شويه مستقل بالطريقه باش كتفكر، من الناس اللي كتلقاهم. الخال ديالي محمد اللي تعاشر اللي عشت معاه واحد القسط كبير في الدار، واذا هو تعلمت منه بزاف ديال الحوايج. ففي كل حاجه، في كل مرحله من الحياه كتاخذ شي حاجه من عند شي واحد. انا نبقى في هذه المرحله بالضبط في الحياه اللي خدمتي فيها بالناي، خدمتي بزاف الخدمه، خدمتي في الفخار ايضا مع الوالد ديالي. مع الوالدين ديالي مع الوالد ديالي والجدود. فاحنا ماشي خدمنا في الفخار، حنا كبرنا وسط لاتوليي. انت كتزاد وكتلاح الطين ديريكت. فوسط واخا هذه المرحله، اشنو اللي توحشتي فيها دابا وانت اليوم محمد باسو كيعرفوك الناس كدير لي سكاش كدير الافلام شنو توحشتي؟ توحشت نرجع للولب. اللولب هو داك الاله فين كيتصنع الفخار. فما كرهتش نمشي نبقى مع الوالد ديالي نعاونو ونخدم معاه. ولكن توحشتي؟ توحش نمشي نخدم زعما. توحشت البساطه ديال ديك الحياه. فوالا البساطه ديالها، هي كتبان لك بسيطه ولكن راه فيها واحد الكوتي ارتستيك، فيها واحد الجماليه روحيه. فالناس ديال الفخار، الناس كاع اللي كيديروا الحرف معروف عليهم الطبع ديال الهدوء. فملي كتقي شي حاجه بيديك فديك الانرجي اللي هي نيجاتيف فيك كتحيدها فيها. فالناس اللي كيديروا الحرف، كتمشي دابا عند شي حريفي كيقاد نجار فخار، كتلقاه ديما كالم هادي وهذا. فديك تفخر كتعلمك الصبر، كتعلمك الهدوء، لان كيف يعقل ان واحد مثلا مريح في لاتولي من 7 حتى 3 العشيه؟ داك الصبر كتقول انت منين جاب هذا الصبر هذا، ما نقدرش نجلس تمايا. فهو كيتعلموا من ما كاينش الملل. كيصايب جليجه، كيصايب قرموضه، طفايه، زلافه، هو كينوع، كيعيش واحد التنوع في ذاته، كيعيش ديك الميوزيكاليتي مع داك الشيء اللي كيقاد. فهو كي بحال اللي كتحول في الراديو. وكاين الشغف ايضا، تيكونوا كاينه لا باسيون، تيكون تكون باشن يا تيكون تكون لا باسيون، تيكونوا شغوفين هاد الناس اللي كيديروا هاد الحرف. ومن خلالك كنحييو كاع الصناع التقليديين ديال المغرب. المغرب واخا نتايا كتضحك الناس، شكون كيضحكك؟ كيضحكني في الكوميديين. لا شكون؟ لا مازال ما وصلناش للكوميديين. غير في الدار ديالك. من دابا شويه غنمشيو للمجال الفني. انا كيضحكني ولدي عمران. نقدر نقول لك يعني كوميدي بالتصرف ديالو، بالطريقه باش كيدوي، كتحس به كيدوي بواحد لاساجيش بحال شي واحد عنده 20 25 عام. فالحمد لله كاين بزاف ديال الحوايج في المعاش اليومي ديالي اللي كيخليوني نضحك ابار زعما لا كوميدي. فاكثر واحد كيضحكني بزاف هو عمران ولدي. كاينين الناس كيقولوا لي بان الفكاهيين تيضحكوا الناس ولكن هما ما كيضحكوش بصح، هما عايشين كآبه وداك الشيء. تيمثلوا على الناس بان كاين الضحك بصح. ما نقدرش نجوي على شي واحد، الا كاين شي فنان عايش الكآبه وعايش انه اش مخيتها كتكون مستريسي الوقيته اللي كتكون باغي تبريباري واحد لوشا ولا هذا. فانا مثلا خدام غدا عندي لوشا ديالي، كتكون عندي واحد السيمانه ديال الطبرزيت، فيما كنتفكر داك لوشا وكنعيش داك لوطراك بحال الا انني شخصي. لوطراك كيكون داك لوطراك ما كتخافش من شخص معين ولا كيكون عندك واحد الهاجس ديال راه باقي ما بريباريت ما وجدتش، بحال الامتحان ديال الباكالوريا. فانت بحال الا كتعيش داك الخوف ديال الامتحان ديال الباكالوريا بزاف ديال الاوقات في حياتك، وداك الشيء كيدي فريمون كيدير ستريس. كاين ستريس. انت كنشوفوك مجنون، ما كتاخذش الحياه بجديه، كتاخذ الحياه بجديه ديال عاقل ولا بالتزام ديال ملتزم ولا بالجنون ديال واحد او لا مبالاه ديال مجنون؟ كيفاش كتقدر نقول لك انا فليكسيبل؟ يعني في الامور اللي خص تكون فيها الجديه راه كتكون الجديه ملي كتكون مع الوالدين ديالك، في الحياه ديالك، ملي كتبغي تاخذ قرارات. فاغلبيه الناس اللي كيعرفوني وقرب ليا كيشوفوا فيا الصرامه والجديه اكثر من الجانب الفكاهي.
جانب الفكاهي كيكون فقط سيغسين في الحشبه، لدرجه ان الناس اللي بتيت خانه كنضحك منهم اكثر مما هما كيضحكوا مني. عندي الدراري وصحابي اللي قراب ليا بزاف هما كيضحكوني اكثر مما انا كنضحكهم. فباش نقدر نقول لك ان لو سيريو والصرامه موجوده في الحياه اليوميه ديالو اكثر من غالبه لقيت ديال الضحك راه كتكون ملي كتكون سيغسين. غريب هذا الشيء، غريب هذا الشيء. كتقول لي انت يا فكاهي كتضحك الناس، ولكن انت جدي كتقول لي باني انا جدي وانا عندي الصرامه هو اللي عندي في حياتي. سي صح، هذا الشيء اللي كاين. ملي كنبغي ملي كنبغي نضحك حتى انا راه كنمشي نقلب على دي كوميديان، سواء في التلفازه سواء في اليوتيوب سواء في انا كنبغي ملي كنبغي نضحك كنقلب حتى انا بحال اي انسان عادي باش انني نضحك. كنتفرج في فيلم كوميدي ولا ماشي داك لو جونغ. حتى في الدار ديالي اللي قلت لك كنعيش فيها ماشي كنضحك مع ولادي كنبسط معاهم عايش، مي ماشي زعما داك لو كوميديان اللي اجي بغينا نضحكوا اجي وعيطوا لمحمد يجي يضحكنا ولا لا، العكس. عندي الصرامه والجديه في الحياه اكثر. واخا محمد كان تهرسوا في الحياه كيدوزوا علينا ازمات لي كاينين صفعات كنتلقاهم في الحياه. فاش كان تهرسوا في الحياه، تهريسه من التهريسات اللي تهرستي فيهم في الحياه، كيفاش واجهتيهم؟ نقول لك الجديه والصرامه ولا نقدر نقول لك تقدري تقولي هذا كيبالغ ولا شي واحد سي فري. ما كاينش شي انسان ما كيعيش متاعب، شي واحد ما كيعيش مشاكل. مشاكل كاينين، المتاعب كاينين، ولكن والله الا يعني كما كيقولوا تهي راه جزء من الحياه اللي ما يمكنش نتجردوا منه. زوين الانسان انه يتهرس ويعاود ينوض، زوين انه تهرستي انت وعاودتي نطي معلو فوقاش. بس بزاف ديال المراحل انا من بعد ما نجحت في كوميديا في 2009 عشت واحد المرحله ديال الفراغ اللي نقدر نقول لك انا ما بنتش مزيان حتى 2015 عاد بن باسو. كيفاش بنتي في 2015؟ يعني فنيا السهرات ديال مسار، السهرات ديال دوزيم، مراكش دوغيغ، ايموراجي الحمد لله مع الجروب ديال طاليس اكسيتيرا. دونك هاد المرحله اللي بنت فيها مزيان مي باسو بن في كوميديا وتظلم من 2009 حتى 2015. ماشي تظلمت، هو كاع هاد لي تيلي رياليتي كاع هاد البرامج ديال الواقع في المغرب بصفه عامه. والمغرب كاع ثقافي حتى لا كولتور ديال المغرب راه ما كاينش اللي يعاونك. غادي ترجعي دابا للباركور ديال اي مواطن مغربي نجح، ما جابها بجهده وجابها بلانتريما ديالو، ملاكي، معد، صحافي، تلفزيوني، ممثل، اي واحد نجح في المغرب. فاحنا في المغرب كاين داك النجاح الفردي اكثر، كاين نجاح وفيما كاين الجماعه كتفشل، فيما كانت شي جماعه في المغرب كتفشل، لان شي كيبغي يدير العصا الرويضه لشي شي ما كيبغيش شي كتكون عندنا ديك الانانيه، بغى يبان بوحدو بغى يدير بوحدو، ما اي حاجه فيها الجروب. وانتم نجحتوا كاملين في ايموراجي؟ لا كندوي ايموراجي نجحات لان كاين واحد السير معقلان، كاين عقول صغيره شي كيسمع لشي. دونك كاين هادشي، توفرت شروط النجاح في ايموراجي. ايموراجي توفرت فيها شروط ديال نجاح. انا دويت لك، انا جاوبتك غير على السؤال ديالك الاول اللي قلتي لي 2009 ل 2015 هاد المرحله ديال حياتك كانت مؤلمه. لا ماشي مؤلمه، يعني ما كنتش باين فيها. مشيتي قريتي؟ لا مشيت قريت الحمد لله. في 2012 رجعت للدراسه ديالي وذاك الفراغ اللي عشته في الفن هو اللي شجعني انني نرجع نقرا. دوزت في 2011 الماستر، دوزت بزاف ديال الماسترات ما نجحتش فيهم. في 2011 2012 الحمد لله تقبلت في بنمسيك صافي، واستمريت في المسيره الدراسيه ديالي اللي انا كنكملها اليوم دابا الحمد لله. يعني دكتوراه اليوم. انا قلت لك زعما داك الانكسار وداك هذا، الانسان ما يغلقش على راسه وما يقولش راه كاين غير هذا الباب. تهرست في المجال الفني بيان سيغ، ماشي تهرست فيه بزعما بمعنى انني، ولكن ما كنت غير كنتقاتل بوحدي، كضرب سياره هنا هذه، التلفزيون ما كانش كيعيط، لي سيت كوم قليل اللي كيفكر في انه يجيب دي كوميديان لي سيت كوم. لي سيت كوم كيكونوا فيهم الممثلين وهذا، فانت اوتون كو كوميديان بوتيتر ما كيجي لي بواط برودكسيون المخرجين التلفازه كيقولوا هادو راه غير نجحوا تعطاتهم فرصه سيغ سين، ما يقدرش يجي يمثل وسط التلفزيون. ومن بعد 2015 تبدلت الحياه. الحمد لله ما نكذبش عليك، يعني نقدر نقول لك ان القفزه النوعيه في المسار الفني ديالي جات من بعد 2000 الاخر ديال 2014. دازو دي سكتش ديالي زويونين في دوزام، درت سهرات في على برا في هذا، تهزو تداروا في يوتيوب، عاد بان الناس كيقلبوا كيكتشفوا باسو كلها باش كيوصفوا كوميديا ذكيه، كوميديا مثقفه، كل واحد يعني كيتشبك هاد كوميديا ذكيه وكوميديا مثقفه دابا شويه. فوالا الناس كيقولوا هادشي، فانا هادشي كيشرفني يعني ان الجمهور
لقى لك واحد الكرينو، لقى لك واحد ستيل معين كيخليك تزيد تجتهد، كيخليك تمشي تقلب على مواضيع اللي هي ذكيه شويه اللي ما غاديش يتناولهم اي واحد. فالحمد لله يعني نقدر نقول لك 2015 2019 يعني ندمتي على هذا المسار؟ لا قلت مشيتي في مسار اخر. لا لا. مسار اكاديمي دراسي تخدم شي خدمه اخرى؟ انا كل ماشي الفن ما كنتش غنقرا، انا صراحه بداك الشيء اللي كنت كنصور من الفن بدوك السهرات قدرت انني نكمل قرايتي. ما نكذبش عليك يعني الفن عاوني بزاف انني انا تكرفص 2012 2013. انا 2012 كانت عندي واحد الطوموبيله صغيره اضطريت انني نبيعها باش نلقى باش نشد الترونسبور نمشي لافاك، ولكن الحمد لله من وراها كما قلت لك العام الثاني ديال الماستر تحركت شويه الخدمه، قدرت انني نشري طوموبيل باش نفيق نمشي بها لافاك، لان من الاول فل بالمسيك راه بعيد. راه كنت في قصبة لامين كانت الطاكسي حتى للرومبوا ديال المستقبل طاكسي صغير، ومن المستقبل خصك تمشي في طاكسي كبير حتى لشارع الشجر، ومن شارع الشجر خصك تمشي حتى للكليه. فكنت كندير هذا التراجي هذا تقريبا اكثر من عام ونص. الحمد لله ملي تيسرات الامور بالفن قدرت نشري واحد السياره على قد الحال وبديت كنمشي بها. ودابا ولات عندك سياره جميله ولات عندك حياه مريحه بخير الحمد لله ما نكذبش عليك، هذا من فضل الله. والانسان غادي وكت شنو دارت فيك هاد التجربه؟ شنو دارت منك؟ تجربه ممتعه كتعلمك انه there is no gain without pain. ما كاينش الرباح بلا ما تخلص. لا والانسان كما قلت لك ملي كتخدم وكتكون جدي في العمل ديالك وحتى الانسان بعض المرات راه كنساو الجانب الديني والجانب ديال الله سبحانه وتعالى، شتي تكون مخلص في العمل ديالك مع الله وهذا الله كيبارك لك، كتمشي غير لشي سهره على قد الحال وكتجيب منها شي فليسات وكيبارك فيك، كتكون فيهم شي البركه كتخلصها من الكري كتشري الحويجات لوليداتك وغادا كتخدم خدمه اخرى لا ميم شوز وغادي والله كيبارك في ذاك الرزق وكتعطي شويه للوالدين شويه لولادك وغادا وكتقول منين جات هذه السلاسه في الحياه وعلاش الله كييسر لك الطريق، كتجي من شي امور دي بتي ديتاي اللي انت بوتيتر كتغفلهم مهمين في الحياه مهمين بزاف. نمشي وانا وياك القاسح حسن من كذاب انت واجد. انا ماشي غير قاسح ماشي حسن من كذاب من كل شيء واجد. انا معاك ما عنديش غرام. انت كتكذب ولا لا كتكون قاسح اكثر؟ انا ما عنديش مشكل انا يعني. شنطن انا نكون شتي غير نقول الصراحه اللي بغات تقصحوا ما عنديش مشكل ما كنافقش راسي ما جامي انا بوتيتغ الحوايج اللي خلاتني نكون سعيد في حياتي سيكون ما كنافقش راسي اللي كانت نقولها مع مراتي مع ولادي اللي بغات صافي اللي الا بغات تضرني ونخليها عندي اللهم تضرك انت وخليها عندك علاش هذيك الصراحه كتعلمك تعيش بسيط في حياتك وقانع في حياتك ما يمكنش تبقى تنافق في راسك اختي علاش غتنافق في راسك علاش تقول انت واحد مثلا مشارك معاه الحياه والكوزينه ومشارك معاه وتبقى تنافقه تقول لي راني هكا وانت غير هكا لا ها نقول لك اللي كاين ها اللي عندي ها اللي نقدر ندير معاك ها الحدود اللي نقدروا نوصلوا ها اللي ما خصناش نديروا وصافي وكتعرفني مزيان ونعرفك مزيان. كاين نفاق بزاف عندكم في المجال الفني؟ كاين نفاق اللي كيقدر عليه الله يسهل عليه اللي كينافق وميسرو خليه الله يزيد الله يطول ليه العمر في ذاك النفاق والله يزيد يعيشوا فيه واللي يجي معاه حياته وراسه وهذا راه ما كاين ما احسن منه ما كاين ما احسن انك تكون غنمشيو انا وياك قاس حسن من كذاب وغنهضروا على المجال ديالك مجال الكوميديا وغنشوفوا اليوم لا بوزيسيون ديالك وغنهضروا على زملائك الكوميديين ومن دابا شويه غتجاوب على الاتهامات والانتقادات الموجهه لك صافي تواجد انا موجود مرحبا بك قاس حسن من كذاب وضيفنا هو محمد باسو. تعرضت للمضايقات في مجال الكوميديا؟ ما زعما ما عنديش غرام ديال المشكل مع شي واحد ما عمر شي واحد زعما حيد ليا شي حاجه ولا وقف ليا قدامي ولا لان كنحاول ان تبقى علاقتي مع كاع الزملاء اللي في المجال زويونه وحتى الناس اللي كيخدمونا ولا كتخدم معاهم الحمد لله لحد الساعه مزيان في المجال. الكوميديا اليوم كاين محمد باسو فرد اسمك تبارك الله عليك كل ما شاركتيش في كوميديا غتكون باسو اللي قدامي دابا؟ نقدر نقول لك لا لان كوميديا كانت بالمناسبه كنحيي زيزي ورمزي وجواد الكرويتي ومصطفى الهواري اللي ضربوا معنا زعما تماره مزيان واثرونا وعاونونا باش نعرفوا يعني كوميديا كانت بالنسبه لي مدرسه مهمه لان ما كناش كنعرفوا شنو هو ستاند اب فريمون كنتي كتطلع كتعاود نكته كدير كتقلد ما كانش فريمون داك الحس ديال انك تجي تناقش دير المونولوج تكتب السكريبت عندها البدايه ديالها عندها البانش لاين ديالها عندها
فجواد الكرويتي علمنا بزاف ديال الحوايج الزوينه وكنحييه من هذا المنبر. فنقدر نقول لك كون ماشي كوميديا ولا شي يعني الا كان بس اليوم غير وصل لهذا الشيء اللي وصل ليه خص تكون شي حاجه فريمون ليكيفالون ديال الكوميديا باش تقدر تها. كوميديا كانت مدرسه بحال قلتي ما يمكنش تولي طبيب الا ما دزتي من الابتدائي والثانوي. فنقدر نقول لك ان الكوميديا كانت هي المرحله الابتدائيه في الدراسه ديالنا. شكون كينافسك اليوم محمد باسو؟ شكون اللي كينافسك اليوم في الكوميديين صحابك؟ انا كنقول ما انا شخصيا يعني قلتي قاس حسن كذاب ما كتفيق في الصباح ما عندك زعما شي هدف انك تكون حسن من شي واحد ولا شي واحد كينافسك ولا ما كينافسك حتى واحد ما كاينش. لان الجميل اليوم كاينين دي ستيل كل واحد ستيل ديالو بس عنده ستيل ديالو عارف الخدامي علاش كنمشي يا صار عنده ستيل ديالو الخدامي علاش كيمشي رشيد جواج صويلح سعيد جواجع واعتذر الاسماء اللي ما ادريسو مهدي. دونك كل واحد عنده ستيل ديالو ديال الكوميديا يعني ما كاينش شي واحد كينافس الاخر كل واحد وشنو. انا رجع معاك لاخر سبيكتاكل اللي انا شفت في رمضان هوليوود سمايل جاك بعدا واعر مزيان. للاسف انا اليوم كنسول انا اللي غنسولك ولكن لا سولوني عليك سبيكتاكل مزيان وفيه بزاف ديال المجهودات ومنين بدا سبيكتاكل الاخر وحنا كنضحكوا هادشي ما فيهش شك. ولكن في نفس النهار كان الى عقلتي سبيكتاكل انوتر سبيكتاكل في ديال من ديال ايكو اها ياك كان في قاعه في الدار البيضاء نفس النهار كان ايكو وكنت انت في 28 ماي كان سبيكتاكل ديالك في الدار البيضاء. والله ما عقلتش جو كخوا ايكو هذا كانت لا تروب واقيلا كانوا خدامين في شي مدينه اخرى. كان ايكو في الدار البيضاء نفس النهار انا متاكده المعلومات ديالي. والله ما على بالي ما كتردوش البال بيناتكم انا اليوم العب في الدار البيضاء نلعب بوحدي في الدار البيضاء زميل ديالي لعب في الدار البيضاء ما لعبش انا في الدار البيضاء ما كاينش هادشي. ما انا شخصيا يعني المنظم كنت عارف ايكو مثلا غيكون ديك النهارات في الدار البيضاء كنت نخلي ليه ديك المساحه ديالو باش يشتغل هو في الدار البيضاء وبوتيتر ايكو كان غيدير لا ميم شوز يعني كون كنا على علم. مي نقدر نقول لك ان ايكو غيكونوا خدامين في شي اخر عندهم لا تروب ولا بايعين سبيكتاكل لشي اجونس ولا شي واحد اخر يعني ما كانش زعما داك زعما حتى الا تدارت جات اعتباطيا ما كانش انا ما درتهاش عن قصد وحتى هو ما يمكنش يديرها عن قصد وايكو عنده الجمهور ديالو بس عنده الجمهور ديالو زعما ما كاينش مشكل يقدروا يديروا بجوج في نفس النهار كاع. واخا انا سؤال ديالي جا من خلال واش نتوما ما تلاقاوش بيناتكم كتقولوا بيناتكم انا عندي حفله اليوم عندي سبيكتاكل اليوم في الدار البيضاء ما نديروش اليوم ما نديرش انا في نفس التاريخ. هذا هو السؤال ديالي. واتمنينا كنا زعما كنتلاقاو ونتجمعوا يعني باش يعني نفكروا الحوايج اخرين كبر من هذا الشيء. ان اليوم مثلا ملي كدوي على ستاند اب في امريكان كتلقاها نقدر نقول لك كومونوتي زعما انها بحال واحد المجتمع اللي كتلقى الناس ماشي كيخدموا بعضياتهم ولكن مثلا كتلقى مثلا في كل عام كيديروا احسن سبيكتاكل كل عام كيديروا احسن اكثر واحد باع لي تيكي كل عام كيديروا مثلا شكون اللي قدر يفرض راسو في لي جون يعني كيدار داك الشيء بحال الاوسكار. ما كرهناش حتى حنا واحد النهار يكون بحال الاوسكار بحال الاوسكار اوسكار صغير وخاص غير اللي يدير الانيسياتيف يجمع الناس وخا صعيب انك تجمع الناس. تجمعوا انتوما الله يهديكم انتوما راكم ما ساهلينش قلال ماشي زعما شي حاجه بزاف وداك الشيء. تجمع دابا لا جينيراسيون ديال الكوميديا راه باينه ايكو لا تروب ديالها راه باينه الدراري اللي كيخدموا مع البومبا كوميك باينين الدراري ديال ستاند اب الجداد راه كاينين يعني الا جمعتي كاع كامل دوك الكوميديين فيهم الشباب اللي بادين اللي واصلين واحد النيفو معين من الاحترافيه راه ماشي بزاف يعني تقدر تجمعهم واحد النهار ودير دير 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 حوايج بحال ماك. باسو ولا محمد انت تبغي نقول لك محمد ارجع معاك لو سبيكتاكل ديالك وقلتي في واحد الجمله من الجمل ديال السبيكتاكل قلتي كيبقاو يقولوا لي انا الكوميدي المثقف وانا بيني وبينكم تعجبني ندير فيها مثقف. كيعجبك يقولوا عليك الكوميدي المثقف باسو؟ لا استغليتها لان الناس كتقولها وحاولت نديرها مصدر ديال واحد لوغان فوالا واحد لافان عندي في السبيكتاكل. بيان سور انا ما نقدرش نقول الناس ما تقولوش ليا راه هذا دونك الناس كيقولوها غير فوالا
هي كلمة مثقف باش نكونوا واضحين، راه كلمة كبيرة بزاف. كتبغي تستعرض العضلات ديالك في الحوار، كتبغي تبين بأن جملك عميقة، كتبغي تبين بأنك راك قاري. نبان عميق زعما؟ هي كتبغي تبين. والله ما كندير زعما شي حاجة عن قصد، ولا ما كاين لا عمق لا حرفية لا تمثيل لا حتى حاجة. ماشي معايا. فوالا. دابيتود. في حياتي اليومية هكا داير. في حياتي لابد كتهرب كلمة باللغة العربية، كتهرب هذا كذا، دونك مي زعما هذا الشيء كان من شحال هادي من بسو يعني كيبغيو الناس يجلسوا معاه ويعاود ليهم على تجربته ولا يدير، دونك الناس كيحسوا. انا كنقول لك ملي كتجوي باخلاص وداك الشيء كيخرج من القلب، الناس راه كتبغي تصنت لك، واخا تكون كتجوي دوي بالشلحه، دوي بالعربيه، دوي بالفرنسي، دوي بالانجليزيه، المهم غير داك الكونتنت، يعني ان المحتوى ديال داك الشيء اللي كتقول عنده شي حاجه، الانسان يقدر يدي منك غير كلمه. كتنصح واحد ولا كتجوي معاه يدي منك غير شي كلمه زوينه كيعاودها وكتبقى دير ليه مره داك الرنين في دماغه. قلتي لي بان مثقف كلمه كبيره. كلمه كبيره بزاف زعما، انا قلت لك زعما كتعجبك يقولها الناس، ولكن باش تكون مثقف راه خصك تكون ماشي غير لو نيفو ديال القرايه بوحدو، ولكن تكون جلتي، سافرتي، تلاقيتي، حضرتي. دونك كلمه مثقف هي غير باش نكونوا واضحين، راه كلمه كبيره. مي قلت لك هذا يشرف، بحال ملي كيجيو عندك الناس مثلا كنلعب الكره مثلا مع عندك او موان دو جوست المرات في السيمانه كنلعب الكره مع الناس، كيجي كيقول لك راك كوايري وداك الشيء. كوايري زوينه انك تسمعها، ولكن راه كاينين تبارك الله كوايريه، راه كاينين الهريفيه ديال بصح. الكوميدي ماشي انت، الكوميدي بصفه عامه كيصطاد الاغلاط ديال غيره باش يضحك الناس. سياسيين كيعجبكم تهضروا في السياسه، كيعجبكم تضحكوا الناس من خلال السياسه، ياك؟ حيت عارفين بان الناس مقلقين من السياسه ومن السياسيين. معلوم، هذا هو الدور ديال الفكاهي. الدور ديال الفكاهي انه يعني في النظريات الفلسفيه اللي عرفوا الفكاهه مثلا ارسطو وسقراط، يعني النظريه ديال التعالي، فكتقول لك باللي الفكاهه التفكيه ولا الفكاهه هي انك تقلب على العيوب، فهمتيني، تقلب على دوك الميس هابس، دوك شي حاجه اللي غير عاديه في شي انسان، وتحاول تضحك عليها. هذا هو واحد التعريف، واحد شق من التعريفات اللي تعطات للفكاهه بصفه عامه. والكوميدي هذا هو هادشي اللي كيدير الكوميدي، فملي ما كيلقاش دوك العيوب في المجتمع ولا في الناس، ولا كتكون شي حاجه كتخلعو من شي موضوع، كيدوز الراسو ديك لا ديغيزيون سيلف ديريجن، يعني كتولي تنز على راسك وتجبد راسك وتجبد المجتمع فين كبرتي، لانه سهل ديالك والواليده ديالك. فوالا هذا راه نوع بارفو الناس كيقولوا علاش كتعاير، فماشي معيور هذاك، كتعاير في باك، تعاير في امك، كتضحك على الناس، تجوي على زاكوره بزاف، تجوي لا، هذا واحد الصنف من الفكاهه، يعني لانك انت كبرتي في واحد المجتمع عارف عليه مزيان، الناس ما عارفينش عليه، فكتعرف دوك لي فايل اللي فيه، وهذا باش كتحاول انك تصنع منه واحد النص فكاهي اللي الغرض ديالو هو انك تفكه وداك الشيء. ملي كندوزو الفكاهه السياسيه الاجتماعيه المحضه، يخلق لك مشاكل؟ لا بلاش كتخاف، راه ما كنقولوش زعما شي حاجه كبيره، نحن راه عارفين اللعبه السياسيه كي دايره وكيفاش مخدومه، انت كتحاول تجوي على غير دوك المواضيع اللي كتقيس في المجتمع. ملي كتجوي على السبيطار، ملي كتجوي على التعليم، كتجوي على البيئه، كتجوي على الاداره المغربيه اللي كتمشي تجيب ورقه فوالا، كتجوي على شي كتسخف باش تاخذها فوالا، كتجوي على الامور اللي هي ذاك المواطن اليومي مسكين راه طيبات ليه راسو. داكشي علاش قلت لك ان الناس كيعجبهم اللي كتجوي على مواضيع اللي كتقيسهم، كيخرج الاداره ما كيقضيش غارات، عنده الحفاري في زنقته، المسؤول علاش صوت ما بغاش يصوبهم، كتجوي على امور الناس اللي كيجلسوا مثلا حتى كيقربوا الحملات الانتخابيه عاد كيبغيو يستغلوا، الناس اللي كتاكل في المال العام وكتنهب وكتسرق وداك الشيء، فكتجوي على هاد الامور. هادي هي راه امور عاديه، راه الناس كيتداولوها يوميا في المقاهي وداك الشيء. انت كفكاهي راه عارف الحدود ديالك، عارف الليميتس ديالك. كي كتلقى اليوم السياسه في المغرب، كتلقى اللعبه السياسيه هي لعبه ممتعه، هي لعبه جميله ولا زعما؟ انا كشخصي لك غندخل للسياسه ولا هذا، نقدر نقول لك هذا امر مستبعد، وهي راه قلتيها لعبه. السياسه راه غير لعبه، الناس راه جالسه كتلعب باش تخدم بامور بجديه. دابا باش ندويو بشكل واضح، يعني السياسه راه فيها جوانب كثيره بزاف. ما انت كتجوي بارفو كتهز واحد القطاع، واحد شي حاجه كتشغل الامر ديال الناس، كتعلق عليها في ستوري، كدير عليها سكيتش، كدير عليها هذا، وكتمر مرور الكرام. في الواقع راه عارف ان
الامور لن تتغير لان السياسات لا يغيروها الافراد كما كيقولوا يمشي الفرد ما يمكنش. الكوميديان تيقدروا يغيروها، كاينين مجتمعات للكوميديا غيرات، صلحات الكوميديا بالضحك، صلحات مجتمعات. اما عندنا حنايا لا، شكون اللي غي الجمهور مسكين كيجي كيتونس معاك كيقول لك برافو عليك كتصفق وكيدوز في حالات. هي اليوم راه كاينين مجالس كتحاسب وكتقول راه كاينين اغلاط في مؤسسات معينه، ولكن راه لا حاسب ولا رقيب. انت زعما غادي كنقول لك زعما مجالس اللي هي مؤطره وكتخرج وكتدير مثلا هذا المجلس ديال الحسابات دابا اللي كيخرج وكيجي كيقول لك ودي راه كاينين اعطاب في مؤسسه ولا في وزاره معينه وكيدوز داك الشيء مرور الكرام. لا 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 حاسب وراء ولا يعني ديك ربط المسؤوليه بالمحاسبه راه ما كايناش عندنا. فكيف يعقل ان الكوميدي يقدر يغير؟ الكوميدي لا يغير شيئا في السياسه، يقدر في المجتمع الناس اللي كيتصنتوا ليه كيتصنتوا السكيتشات ديالو، جويتي على هذا، جويتي على شي حاجه الطربيه، عاودتي شي قصه ديالك، الناس يقدروا يجيو شي يستافدوا شويه. اما في الجانب السياسي غير زعما حتى هما داكشي علاش ما كيجيوش عندنا. راه داكشي علاش قلت لك راه واش ما تخافش، انت قلتي واش ما كتخافش، قلت لك راه ما خايفش حيت راه ما كاينش اللي كيتسوق لك. محمد شنو رايك في لا توندونس في البوز هادشي اللي ولينا كنشوفو دابا، شنو رايك؟ انا الراي ديالي ديما كنقول ان التوندونس في المغرب وهادشي البوز راه غادي معيق اكثر من القياس، واحتفظ دائما بنفس الراي. يعني يعني غيمشي شي مره ولا يبقى هادشي؟ لا لا غيبقى الحقاره والدناء والرداء. لا هادشي غيبقى لان كاينين اناس يدعمونها بطرق غير مباشره. بحال شكون؟ وبحال ملي كتجي كتلقى واحد الفيديو ما فيه ما يتشاف وهذاك اللي مبارطاجيه داير ليه سبونسور باش يوصل للمغرب كامل، باش توصل ديك الرداء ما عرفت شنو كاع قمم الجبال الناس يشوفوها. فهمتي الناس كيسبونسوريو الرداء، كيسبونسوريو هادشي اللي هو منحط، كتلقى دي زارتيست ناس واعيين ناس كبار وداكشي ولا سامع ولا ما كاينش اللي يداها فيهم. وكتجي للاسف داكشي راه غادي وكيكثر لان من يتتبع اليوم المتفرج يعني كيتفرض عليك انت كتحل الفيس ديالك كتلقى واحد مسبونسوري شي حاجه لا علاقه انها خصها تشاف. انا عطيك ثلاثه صور للكوميديين وتقول لي شكون هو اللي انت معجب بالكوميديا ديالو، واخا ثلاثه بهم فنانين عندهم مسار فني موفق. غنبداو بالصوره الاولى حسن الفت، الثانيه ايكو، ثالثة تاليس. ثلاثة الكوميديين كتعرفهم مزيان؟ كنعرفهم مزيان، كنتفرج فيهم كاملين، كيضحكوني نقدر نقول لك كاملين. واحد انت معجب بالفن ديالو، الكوميديا ديالو قريبة لك أكثر؟ لا لا بثلاثيتهم يعني كيديروا ستيل مختلف على ديال ما عندكمش انتم الفنانين جرأة نجاوبوا؟ لا ماشي ما عنديش الجرأة نجاوب، ماشي ما عندي. أنا قلت لك هاد الثلاثة كاملين يعني نقدر نقول لك ستيل اللي كندير انايا يعني مختلف عليهم. فهمتيني كوميديين تبارك الله ثلاثيتهم واعرين. عطيني واحد. ما نقدرش نقول لك انايا واحد فيهم، ما نقدرش. ثلاثيتهم زوينين. كون حطيتي لي مثلا ديف تشابيل مع شي واحد فيهم نقول لك ديف تشابيل مثلا. ولا حطيتي لي لا خليني في المغاربه. لا قلت لك في المغاربه، قلت لك بثلاثيتهم واعرين، بثلاثيتهم كيضحكوني. ولكن زعما شكون اللي عندي فيهم كبر من الاخر ولا كتصنت ليه اكثر من الاخر ما نقدرش. انت واجد جاوب الاتهامات والانتقادات اللي وجهها لك؟ واجد فرح انا معك. حق الرد ضيفنا هو محمد بسو. محمد بسو شافوك الناس في برنامج رمضان معنا على قناه ميديا، بزاف انتقدوا لو باساج ديالك وقالوا بان يبقى بسو في التمثيل وفي الكوميديا ما يمشيش للتقديم لان ما توفقتيش فيه. انا ما قدمتش، انا كنت كرونيكر كتجي واحد الفتره وداكشي. عندي 30 حلقه من السبع المستحيلات انني نتوفق فيهم كاملين. هالاولى كانوا حلقات زوينين، حلقات خايبين، حلقات ما بيهمش اللي انا راسي نقول لك ما دزت فيهم نول. ما نقدر نجي نقول لك ما عنديش غرام ديال المشكل. كاينين حلقات اللي دازوا والبرنامج ما كانش ليه ذاك الاستعداد زعما لهذا. كانت عندي اتفاق مع الاداره في حوايج وتالخر وغيرنا وبدنا، دونك ما كانش ذاك. كنتي بصح كنتي بغيتي تحبس في الحلقه الرابعه؟ سي كنت واحد الوقيته كنتي بغيتي تمشي في حالك؟ كنت غنمشي واحد الوقيته لان صافي ما عارف راسي الا طولت في هذاك الشيء ما غاديش نعطي 100%. عاد من بعد دست كندوز دوك لي باساج ديالي خفاف جوج ثلاثة دقائق كتدوي على موضوع وداك الشيء. ولكن زعما نقدر نقول لك ان بالنسبه ليا
راضي على التجربه 100%؟ عجبتني، انا استفدت منها بزاف ديال الحوايج. انا قلت لك راه كتستافد من الحوايج اللي خطأتي فيهم اكثر من داكشي اللي ترجع دير كرونيكور ولا مقدم برنامج. لا 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 ما ترجعش. لا ما نقدرش، ما نقدرش، لان كما قلت لك انا نقدر نقول لك عارف الحوايج فين 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 انا واعر، عارف نطلع سيغسان ندير، نقدر ندير حوايج اخرين باش ندخل وسط بلاطو معايا ناس اخرين وكنناقشوا، ما نقدرش نعاودها. شنو ردك على الناس اللي كتقول بان الكوميديا في المغرب مازال ما وصلش لك المستوى اللي تخلي الكوميديين المغاربه ينافسوا كوميديين اجانب بخصوصيتنا المحليه؟ كنقول اللي كيقول هكا يدخل يدير الكوميديا ويجربها، هذا هو الرد ديالي. ندخل سيغ سين وشد الميكرو وضحك الناس، هذا هو. لا اللي كيقول راه ساهله تجلس وتقول حامض خايب ما دارش، تيعصبكم انتم؟ لا ما كيعصبنيش انا شخصيا، بعدك اي واحد ما كيعجبوش باسو، والله الا مرتاح انا نتمنى لي غير العيش الكريم والله يسهل عليه في حياته، زعما ما كيديرونجينيش في حياتي. انا اي واحد كيجيه باسو حامض ولا باسو ما كيضحكش، زعما غير زعما قولها لي بوجهك حمر وبخير، انا غادي نمشي هكا وننزل زاكورا وغنكمل حياتي وانت غتكمل حياتك ولن يؤثر ذلك في شيء. اجتهد قدر الامكان باش انني نتوفق في داكشي اللي كندير، ماشي باش نعجب الناس اللي ما كنعجبش، غير نتوفق. اما ارضاء الناس غايه لا تدرك، نحاول نجتهد، الجمهور عنده حق الرد وعنده حق الانتقاد، ولكن هذا لا يعني اننا في يعني نسبح في مكان ناعم يعني فيه الكوتي والعصير وداكشي، راه تمارة. شوف اللي كيقول الضحك سهل يطلع السيغ سين يضحك واحد جوج ولا ثلاثه دقائق، الحاجه ما ساهلش، وسيغتو باش تضحك في المغرب ما ساهلاش. وادوي غير على اي حاجه، اي حاجه دويتي عليها راه لابد تلقى شي رد. وعلاش جويتي على واش بانوا لك غير هذا، واش نتوما بان لكم غير هذا، وعلاش كدير هذا. اي واحد دويتي عليه اي حاجه درتيها لابد كتلقاها. ومع ذلك الحمد لله املنا الوحيد انه كاين واحد الجمهور اللي فاهم عارف ان القضيه هذا ما ساهلش، اللي كينتقدوا واللي كيعايروا واللي كيسبوا الحمد لله انهم قلال. اللي كيخليك تكمل في المسيره ديالك هو انه فريمون كاين واحد الجمهور، الناس زعما ما استهانوش بالمغاربه، جمهور ذكي، جمهور باغي لا كاليتي، وجمهور اللي ولا كيخرج باش انه يتفرج في لي سبيكتاكل، باش ما ننتقدوش عاوتاني الناس ونجيو نقولوا الناس راه انتم اللي ما كتفهموش هادشي اللي كنقولوا، حاشا ولله. جمهور ذكي، جمهور يعني عارف شنو باغي، ملي كتعطيه واحد البروجوي زوين راه كتلقاه. فهذا يكفي انك ملي كتدخل مثلا السكيتش ديال مراكش دوغيغ اللي دار باسو كتلقى واحد 40,000 ديال الناس عاجبهم و1000 ما عجبهاش، هذا يعني ان البروجوي زويون والاغلبيه عاجبها. ملي كتخلع هو ملي كتلقى 20,000 عاجبها 20 ما عاجبهاش ولا 30,000 ما عاجبهاش و10 عاجبهم، هنا فين خصك تقول راه واقيلا خصني اعاده النظر، تقرب للاعتزال. كتقرب انت كتفكر، كتقرب في الفكره، كتقول بان شي مره غنسحب. الا كان كما قلت لك الا ما ضحكتيش ما بقيتش كتضحك الناس، ما ضحكتش الا حسيتي براسك عاد بديتي كتخربق سير دير شي حاجه اخرى. تقدر ما تضحكش الناس معلو، هذه حاجه شي مره ما ضحكتيش الناس فاها كنت في سيغسين في بزاف ديال البلايص اللي نزلت غير راضي، ربما الجمهور يقدر ضحك ولكن انت كتنزل ان ما عجبكش الحال، ما عطيتيش داك الشيء اللي الخايب في الفكاهه هو هذا. قلت لك انك انت كتقيم لي ريزولتا ديالك راسك، ما كتسناش شي واحد. شتي بارفو كيدوز الجمهور عاجبو الحال وكيضحك وانت غادي للدار، ما والله الا واحد المره رجعت من واحد السهره واحد الرومبا حدا الدار عندي ضربتها ثلاثه المرات بلا ما نشعر، ما عارفش فين غنخرج لان ما ضحكتيش الناس. ما راضيش بداك الشيء اللي عاطي للجمهور وخارج مستريسي وما عاجبكش الحال، لان الناس راه الناس ضحكوا ما كاين ماشي ذاك حتى واحد ما غيتفكرك، ضحكوا غير ديك الوقيته ولكن كل واحد تعشى وزاد في حالته وكيفكر في المشاكل ديالو. حنا كنبغيو كتبغي انك تطلع سيغ سين وبقاو الناس يعاودوا. راضي على هوليوود سمايل بزاف حيت ضحكوا الناس، ضحكوا الناس وعارف ان هوليوود سمايل خدا وقته وتخدم بطريقه زوينه وغادي دابا وكيزيان وتزادوا فيه حوايج زوينين، ف ديما كنتسنى ندوز هوليوود سمايل باش ما تمشيش وتعاود تضرب الروم بوان. انا كنت حاضره في هوليوود سمايل وما حبسناش من الضحك، عجبك الحال وكان سبيكتاكل موفق. لا الحمد لله يعني نقدر نقول راضي بهوليوود سمايل واحد 90% وغادي ديك 10% انا غادي كنقدها. الى رجعت انا وياك ساعه قبل البرنامج تقبل تدخل معايا ولا لا؟ معلوم
دخل. برنامج رائع وانت شيقة وهذا الشيء جميل و... شكرا وبرافو عليك. ميرسي بوكو. برافو عليك انت. ميساج منك الكاميرا ديالك الجمهور ديالك محمد باسو. يعني أن اختصر ذلك هم يقولون هم يعني يقول. نحاول يعني وتنشو مراكة يعني كت يعني الجمهور دائما كيبقى عنده الحق أنه ينتقد ويرد ويجاوب. شكرا على الحب ديالكم والوفاء ديالكم يعني بدك الشيء الزوين ديالكم بليزيكو الزوينين اللي كنسمعوا منكم. نستمر في هذا المجال. نتمنوا دائما نكونوا كنضحكوكم ونكونوا عند حسن الظن وخليكم ديما ضحكين وخذوا الحياة بكل بساطة والله يوفق الجميع. كيقول مثل حقيقة مرة خير من خداع ناعم. فالحقيقة مهما كانت قاسية إلا أنها كتبقى السبيل الوحيد لكسب احترام ومحبة الناس. هذا علاش كنتمناو أنو صراحة ضيفنا محمد باسو اليوم خلاتكم تحبوه وتحترموه أكثر. أما أنا ما بقى لي إلا نشكركم. نتلقاو في الأسبوع الماجي مع ضيف جديد. السلام عليكم.